من ولاية تلمسان دعا مترشح حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد لمكافحة التهريب وفتح حوار حقيقي مع المغرب دون أن يسميه لحل مشكل الحدود وإقامة اتحاد مغاربي. ممكن أن غلق الحدود في هذه المنطقة المتضرر الكبير هم جيراننا المغرب، ولكن أيضا احنا متضررين من عائلاتنا، من علاقاتنا، من أبنائنا، وأيضا من مصالحنا كجزائريين، وبالتالي لابد أن نجد حلول لهذه المنطقة. وبالطبع نقول هذه الحلول لابد أن لا ما تكونش تمس المصالح نتاعنا نتاع بلادنا والمواقف نتاعنا السياسية، وخاصة لما نتكلم على قضية الصحراء الغربية اللي هي الآن ليست قضية الجزائر بل قضية كل الأمم. بلعيد شدد من جانب آخر على أن بناء اقتصاد قوي لن يمر إلا عبر مكافحة تبديد المال العام ومنح الفرص للإطارات الجزائرية. سيرتوا البلاد مرحبا، أعطونا الحصيلة، أعطونا البيلون، واش درتوا؟ قد صرفتوا؟ درتوا طرود؟ أعطونا بشحال درتوها؟ لكانت كسرت الطرود، رانا نشوفوا كيف راهم كل يوم يرقعوا فيها، علاش؟ هذو راهم يسيروا في أموالنا، ما همش يسيروا في أموالهم أو بالمفهوم العام، قال هذا أموال البينك، هذه أموال الشعب الجزائري. فبرنامج المترشح بلعيد كما يرى هو أفضل المداخل لتسير البلاد نحو الأفضل.